تشتعل النيران في ذي قار فتتألم بغداد والبصرة وباقي المحافظات العراقية اللي تعكس صورة عن التضامن بين أبنائها، فالمصاب واحد والجاني هو نفسه يكرر فعلته دون ما حساب في ظل غياب العدالة في هذا البلد. وفد من أهالي مدينة الأعظمية يصل إلى الناصرية للتأكيد على أن الدم العراقي واحد في كل مدن العراق. جيناكم نعزيكم. أهلا وسهلا. أنا باسمي وباسم أهالي الأعظمية كافة. حياكم الله. علمانا، مثقفينا، عمانا، كل شرائح البلاد، كل العشائر العربية. أهلا ونزلتم سهلا. هي تلاميكم وقد ما مشيتوا. إحنا جينا، أنتوا إحنا أهل الناصرية، أنتوا أبطال. أنتوا أهل الشهداء. عليكم سلام. أنتوا من ذاك الوقت حاربت الإنجليز وحاربت الأمريكان وحاربت كله. ونحارب الأحزاب. إن شاء الله. احنا اليوم جينا نقرا لكم الفاتحه هنا باسمي وباسم اهل الاعظميه اخواني. الله اكبر يا علي والاحزاب خلقونك. ورغم كل الجراح الا ان شركاء السياسه الفاسدين فشلوا في هدم ما هو اكبر من المذهب او العرق او التوجه الفكري لشرائح المجتمع العراقي، انه التضامن الشعبي. جيت امشي وشفت هالناس من تمه وقفت غصبا علي وانظر لها الناس، لان الناصريه التاج فوق الراس. شال مروسكم اجت الاعظميه الغيره والنماس. تضامن العراقيين ليس بجديد، لكن دماء الضحايا من اهالي الناصريه عززته وذكرت بان عدو العراقيين واحد. جينا نمثل أهلنا أهل الأعظمية لهذا المكان الشريف واعتبره مكان مقدس لينسال في دماء الأبرياء. شبابنا راحوا ضحية المجرمين القتلة الذي أجندات الخارجيين الذي يقتلون شبابنا في سبيل الدولار. باسمي وباسم أهالي الناصرية، باسمي وباسم زلم الناصرية، نرحب بإخواننا أهالي الأعظمية، وهذه رسالة للسياسيين الذين ينوون تجزئة العراق بين سنة وشيعة. اليوم أهل الأعظمية بنص الناصرية وبيوتنا كلها مفتوحة لهم، وحياهم الله من ملقاهم المكفاهم، وكل الهلا بيهم وعزاءهم واصل إن شاء الله. المال والنفوذ والتمسك بالسلطة بأي ثمن من قبل الأحزاب الفاسدة أمور أدت إلى مقتل وتغييب آلاف العراقيين منذ عام 2003، لكنها لم تنل من وحدتهم.